كلمة المندوب الفني للمعركة. السيدة رئيسة الثقافة والرياضة والتنشيط بجامعة الضوبيضاء، سيد مدير المدرسة العليا للفنون الجميلة بالدار البيضاء، سيدة رئيسة جمعية إبداع والتواصل، أيها الفنانات والفنانون، أيها الأصدقاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن معرضنا الدولي الأيادي التي تبصر ومنظم بشراكة مع العديد من الهيئات العمومية يلقي نظرة إنسانية عميقة على وجودنا الفعلي. إنه يدافع عن الإبداع في صيغة الجمع عبر وسائل الإعلام الثقافي ذي النشر الواسع، بما أن الفن التشكيلي تم تصوره وإنجازه من قبل فنانين من مختلف الآفاق والأساليب. نعتقد أن إنعاش ثقافتنا الجمالية عبر الأعمال التشكيلية والأنشطة المجاورة في سياق روح إدماج القيم والرؤى هو الوسيلة المثلى والقوية لتقوية روابطنا وترسيخ التزامنا المتبادل بحياة أفضل تتمحور حول الثقافة التي تظل أفتح مزدوجتين ما جعل من الإنسان شيئا مخالفا لحادثة كونية، حسب الكاتب والناقد الفني أندري مارو. ينبغي التذكير بأن هذه التجربة تسعى إلى أن تكون تكريما تفاعليا اعترافا بقوة الأعمال التشكيلية بمختلف أساليبها وأجيالها بهدف حميمي هو الحوار والتبادل بين الشعوب والثقافات. تجدر الإشارة بوجه خاص إلى أن هذه التجربة تشرف كل الإبداع الملتزم للموجات الإبداعية الجديدة التي تجنب العديد من الدعامات والوسائط الإبداعية، مركزة على اللغة التشكيلية التي تظل أفضل دليل على الانفتاح على ثقافات وآفاق أخرى. إننا سعداء لكوننا نمنح فنانينا بفضل شركائنا المؤسساتيين لحظات فرح التلاقي، معتمدين على فريقنا الديناميكي وأصدقاء المنجز التشكيلي المنخرطين بالكثير من التفاني للإسهام في إنعاج الفنون التشكيلية. وتتلخص فلسفتنا حسب دائما الناقد أندري: الفن مجهود لخلق عالم أكثر إنسانية إلى جانب العالم الواقعي. بالنظر لكونه يشكل قاعدة الإنعاش تعرض لكل ما هو حديث في مجال الفنون التشكيلية، فإن هذا الموعد يتيح الفرصة المواتية للتعريف بالمنجزات الفنية ويستجيب لانشغال الانفتاح على كل التجارب هنا وهناك، ذلك بشراكة مع الجماعة الحضرية للدار البيضاء، المدرسة العليا للفنون الجميلة بالدار البيضاء، ومديرية الثقافة وغيرها. علاوة على ذلك، فإن هذا الموعد موجه للمشاركين والمولعين بالفن لمضاعفة فرص استهداف أفضل بإمكانات التبادل بغرض التشارك. إن هذه التظاهرة الفنية تطمح إلى أن تكون حقلا حرا يتيح فرصا جديدة للمعرفة وللبحث كما يقوي الإبداع والتجديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبعا لوجودي مع
معنا هنا ضيوف من إسبانيا، ونظرا أن إسبانيا هي البلد هي ضيف شرف هذا الملتقى، فلا بأس أن ألقي كلمة موجزة بلغتي الإسبانية. Señora Presidenta de los Asuntos Culturales de Ayuntamiento de Casablanca, señor el director de la Escuela Superior de Bellas Artes de Casablanca, queridas artistas y amigos, buenas tardes. Nuestra exposición internacional Las Manos que Ven, iniciado en colaboración con varias agencias gubernamentales, conlleva una visión profundamente humanista de nuestra existencia actual. Defiende la creación global a través de un medio de amplia circulación cultural como el arte plástico. Diseñadas por artistas de diversos orígenes y estilos, creemos que la promoción de nuestra cultura estética a través de obras visuales y actividades periféricas en el espíritu de una integración de los valores y visiones es la forma eficaz de fortalecer nuestra nación y nuestra raíz compromiso. Mucho para una cultura orientada a la mejor vida que permanece, como dicho el jefe Fuliarte André Maró, lo que hace que el nombre algo más que un accidente del universo. Cabe recordar que esta exposición es un homenaje a la consistencia de obras plásticas, todos los estilos e generaciones cuyo objetivo final es el diálogo y el intercambio entre los pueblos y las culturas. Cabe señalar, en el particular, que esta exposición rinde homenaje a la recreación total traída por las nuevas olas que están experimentando los medios de comunicación más creativas, mientras y confían en el lenguaje visual, que es la mejor evidencia de la apertura a otras culturas y horizontes. Estamos encantados de ofrecer a nuestros artistas, a través de nuestros socios institucionales, momentos de alegría, de reconocimiento, contando con nuestro equipo dinámico, los amigos de producción que están involucradas con mucha producción, están involucradas con mucha dedicancia para contribuir a la promoción de artes plásticas. Nuestra filosofía es, según el crítico André, el arte es un esfuerzo por creer junto al mundo real un mundo más humano. Muchas gracias. Uf. شكرا يا سيد المندوب الفني.